للمزيد حول معاناة سكان غزة مع دخول الشتاء في ظل تأخر إعادة الأعمار، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي والفلسطيني الأستاذ أيمن دلول. أستاذ أيمن، بداية مرحبا بك. يعني المدافع سكتت وازدادت المعاناة مع دخول فصل الشتاء، بحسب مراقبين كيف تبدو؟ طبعا هذا الأمر يعني هناك تحذير كبير من مراقبين بشأن هذه الأوضاع الخطيرة نتيجة الأجواء، أجواء القارسة، البرد القارس. الأوضاع المعيشية في غزة مع دخول الشتاء وتأخر إعادة الأعمار بعد العدوان الصهيوني الأخير، كيف تصفها؟ يعني التحية لكم بداية من غزة في هذه الأجواء. غزة بحسب العديد من المراقبين بداية للأحوال الجوية يضربها في هذا العام منخفضات جوية تختلف عن الأعوام الماضية، وهي منخفضات قطبية تحديداً تضرب قطاع غزة وتتسبب بانخفاض درجات الحرارة لأدنى مستويات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدراسة هنا في القطاع قبل عدة أيام نتيجة هذا الانخفاض في درجات الحرارة. هذا من جانب. من جانب آخر، ما من شك فتأخير العدوان يلقي بظلاله تأخير الإعمار نتيجة العدوان الذي اندلع في غزة قبل عدة شهور، يلقي بظلاله على حياة المواطنين الذين يعانوا أوضاعا اقتصادية مأساوية كانت قبل العدوان، وجاء هذا العدوان وزاد من حدة هذه المعاناة بالتوازي كما قلنا مع منخفضات جوية شديدة البرودة تضرب القطاع هذا العام على باختلاف عن الأعوام الماضية. هذا من جانب. تأخر إعادة الإعمار جعل الآلاف من المواطنين والمئات من العوائل الفلسطينية يعني تعيش أوضاعا صعبة نتيجة فقدان بيوتها ومنازلها، نتيجة فقدانها لمنشآتها التجارية والصناعية التي تضررت وبفعل هذا العدوان الذي كان على القطاع. واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الضغط على مختلف الأطراف لتأخير عمليات الإعمار في القطاع لسحب أي منجزات من ذاكرة الأجيال الفلسطينية وعدم بقائها بتأييدها للمقاومة الفلسطينية، بمعنى يريد أن يكويها بنار عدم الإعمار حتى لا تبقى في حالة تأييد وانسجام مع ما تقوم به المقاومة الفلسطينية. رغم ذلك فرأي الشارع واضح تجاه المقاومة الفلسطينية واحتضانها وتأييدها باستمرار، غير أن هذه الحالة من الفقر والبطالة الشديدة تنذر باندلاع وتصعيد للأوضاع في أي لحظة ممكنة من هنا من قطاع غزة. هذا ما حذرت منه فصائل فلسطينية وأجنحة عسكرية ومراقبون ومختصون، وكذلك الاحتلال الصهيوني يدرك هذه الحقيقة بأن زيادة الضغط على أهالي القطاع من شأنه أن يفجر الأوضاع هنا في القطاع، فليس لدى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة شيئا ليخشى عليه أو يخاف عليه. طيب، ليس لدى المواطن. أستاذ أيمن، يعني هناك أمر يعني خطير جدا، سكان الأحياء الفقيرة في غزة يجمعون حتى المواد البلاستيكية لغرض حرقها من أجل التدفئة، يعني هناك ضرر كبير على صحتهم، مثلما تفضلت وذكرت أن هناك تعمد من توقف إعادة إعمار محطة الوقود الوحيدة في القطاع. يعني الكهرباء في القطاع تصل 8 ساعات فقط يوميا أحسن الأحوال، بالنظر إلى الوضع الإنساني هنا سيد أيمن، يعني كيف يتم تدبير احتياجات المواطنين والمرافق الهامة كالمستشفيات من الكهرباء طوال اليوم؟ يعني أنت تتحدث عن أن الكهرباء تصل في أحسن الأحوال إلى 8 ساعات، لا، نحن نتحدث في هذه الأيام وهذه الأوقات شديدة البرودة هناك عجز كبير في التيار الكهربائي، ولا نبالغ إن قلنا بأنها في أحسن الأحوال تصل إلى 5 ساعات فقط التيار الكهربائي من بين 24 ساعة. المواطن الفلسطيني يلجأ إلى الأخشاب، يلجأ إلى البلاستيك، يلجأ إلى بعض النفايات الملقاة في الشوارع من النايلون وغيرها لإشعالها ومحاولة التدفئة عليها ليمر هذا الشتاء البارد الشديد البرودة على المواطنين. والمواطن بالفعل لا يملك أصلاً
أثمان، معدات التدفئة ليقوم بشرائها في هذه الأجواء وهذه الأوقات. نتحدث عن معالم مختلفة التقت مع بعضها البعض. شيكات الشؤون الاجتماعية أكثر من عام الآن لا يتم صرفها، وهي للطبقة الأكثر فقرا وأكثر احتياجا لا يتم صرفها للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك تأخير عمليات الإعمار، وكذلك انتشار للبطالة. كل هذه المعالم تلتقي مع بعضها البعض يعني تشكل عبئا مخيفا على المواطنين الفلسطينيين في ظل كما قلت انعدام العمل واستشراء البطالة والفقر واشتداد هذه الأجواء الباردة التي نحياها. شكرا جزيلا من غزة، صحفي فلسطيني السيد أيمن دلول، شكرا جزيلا لك.